بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد من الأصوات العالية جدا ظهرت في الميديا وتحدثت ودافعت عن حق السودانيين في كل مكان. وجه لهذا الشخص عدد من الاتهامات لكن تحملها. ولد وعاش وتربى في غرب دارفور مدينة جنينة على وجه التحديد. إلا أن هناك كثير من المدارس وكثير من المدارس قالوا أن هذا الرجل خاصة اسمه الأخير البولي ليس بالسودان، فكيف ترد عليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. يقول الشاعر: يطوب لأسود القلب التجني ويشوى عند جاهله العقاب. في الحقيقة الإنسان الذي يتحدث بحقد وكراهية، العرب يقولوا بعيرك ما بخيرك، بعيرك ما بخيرك. والإنسان الفكر الرجعي شين ما بتحرص عشان يقوله، والرقيب هو الله. وهم ما ذرقوا الله في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا بتحروا الصدق. أنا لو شفت إنسان ما بعرفه أول حاجة بسأل منه هل الإنسان ده سوداني ولا ما سوداني. هل بخليني أقول أن الزول ده ما سوداني شنو؟ هل عشان لونه ولا شكله ولا لحجته؟ إذا كان اللون هل السوداني لون واحد؟ لا. إذا كان الشكل هل السوداني شكله واحد؟ لا. إذا كان اللهجة هل السودانية لهجتهم واحدة؟ لهجات كثيرة ومختلفة. بيقولوا البلد تشملنا جميعا منها. بيقولوا شنو البلد تصحنا جميعا، لكن ده كذب ونفاق. الكثير من السودانيين في قلوبهم العنصرية والكراهية والحقد والجبلية، كل دي أمراض. نعم، احنا ما بنتعاطى بردود فعل مع الناس ولا بنجاريهم ولا بنقول عنهم بنتجاهلهم، ولكن نخاطب أصحاب القلوب السليمة ونخاطب الشعب السوداني اللي نحن بنثق في قدراتهم على أنهم يتخطوا كل هذه المصائب ويضعوا لها حد في قوة القانون. أنا ما ببرر لإنسان أني أنا سوداني وما اخترت أني أنا أكون سوداني، يعني شيء ربنا خلقني في البلد دي، ولو كنت بختار ما كنت بختار، كنت بختار بلد آخر، لكن الله وضعني في هذه البلد وخلاص دي بلدنا. ونحن يعني الاتهام ده ما برافقنا ولا هو في شخصي أنا، يعني أنا من قمت ومن أنا صغير بسمع لأهلي بيقولوا لهم المستوطنين الجدد. نعم، وطالما أنا دافعت عن أهلي وبينت أن نحن ما لنا مستوطنين جدد، نحن الأرض أرضنا وأرض أجدادنا. نعم، وقد ضحى فيها أجدادنا بدمائهم، وهي لا مجال ولا سبيل للتخلي عنها إلا بنفس الثمن. من استطاع أن ينفر من على الأرض يوما ستكون له وبلادنا ولهذا السمن. أما غير ذلك فنحن في هذه الأرض شاف أم أبر اللي عيان بشوفتنا، نحن عيانين بشوف الإنسان. والإنسان كان بكرهك وشايفك ماشي في الأرض وعيان بك، التعبان هو اللي تعبان هو. نحن قلوبنا سليمة للناس كلهم، نحب لهم الخير وقلوبنا ما فيها كراهية وإحنا مرتاحين. والناس قلوبهم مريضة وقلوبهم تعبانة يتحملوا عناء، وهم المعنيين. الإنسان المعنى الله أراد له الشقاء في الدنيا. والحاقد كل ما حاول يفرق هذا بكلام عنصري وبكلام عن الناس حقد لها ما بنقص. تفريغ الأحقاد يزيد من الحقد والكراهية. عشان كده ربنا بيبتليهم ربنا يهدينا ويهديهم، ونتمنى لهم الخير ونتمنى لبلدنا الخير. وأنا سعيد جدا بلقائك، وأنا فخور بك وبتسجيلاتك اللي كنت بتقدمها للشعب السوداني بتجربة وصف بنقل الحقائق، وأنا كنت متابع لها وكنت حقيقة يعني بتلقى المعلومات المهمة منها.
وبشوفها كانت قيادية بشكل كبير جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء، وأن يرجع كل النازحين إلى بلدهم، وأن تحل المشكلات، والله يجعل ونزعنا ما في صدورهم من خل إخوانا على صدور المتقدمين، يجعل مدينة إخوانا المتقدمين نقدر نحط يدنا في يد بعض ونبني بلدنا ونطلع جاد لبرا الأمان، وإلا مصيبتنا كبيرة. جزاك الله خير. لو عندك إضافة ممكن. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وذلك لإبناء الحقائق. الإنسان لا يختار والديه، لا يختار مكان ميلاده، ولا يختار زمان ميلاده. فنحن على هذه البسيطة في أرض السودان مختلفون في السحنة ومختلفون في اللهجة، حتى الذين يتحدثون اللغة العربية في إقليم واحد، نقول في دارفور تجد شمال دارفور غير جنوب دارفور غير مصر دارفور، كذلك الأمر ينطبق على بقية أقاليم السودان. لا بد النعي، ولا بد أن ننصف، ولا بد أن نقول الحق حينما نشير إلى الآخرين بملاذ. شكرا جزيلا.